مرحبا حبايبي، شلونكم؟ واخيرا رجعنا لولايتنا نورث كارولاينا، رجعنا شارلوت. والبارحه بالطريق احنا كانت اكو عاصفه جايه على نورث كارولاينا، بس الحمد لله مرت بخير. واليوم اكو غيوم وهواء. كنا بيت استاذ هاني، نظفت الثلاجه وكل شيء، يعني ما خليت بس شغلات يعني عاديه، بس لا عندي صمون لا عندي خضرة. فطلعت السامس أسوق، قصيت شعري، وناس بين معارض وبين مؤيد، ناس قالوا لي حلو عليك الشعر القصير شوفوا، وناس قالوا لي لا ماما شتي أحلى. حبايبي لأن صار بي تقصف، يعني شنو تقصف؟ الشعراية تنفشك، صار ضعيفة. فمنها قصة يعني صحة الشعر يرجع، لأن يعني الشعر من يضعف يبدي يوقع ويتقصف. فقصيته على مود صحة الشعر، وهم أنا أسهل لي يمه، يعني بس أسباح، وحتى لو بالمجفف شعر قصير بسيط. وأنا بطريق العودة حبيت أصور لكم أنه شون الربيع رجع والأشجار تلونت والقاع صارت خضرة. وهذه شارلوت بينت منك، هاي 24 ساعة يا ولاية اللي تروح، هاي قاعدين عمار أسبوع ما تطلع تلقى صايرت لك كم عمارة جديدة. الشارع يضير. اي دا شوفكم المكنسة، وتذكرون أني نزلت الحلقة من أنس هدالي إياها وعالشحن بدون كيبل. هنا أنا هاي درجات نزيد وننقص، هسه أنا داريدها أعلى شيء. وهسه راح أقمس لكم وشوف شلون سهولة. هاي هنا أنا أكوش دقمة حبايبي، هذا اللي قلت لكم عليه المجفف. ده شوفوا من أنا الفرة، ونمشط شعرنا يطلع هوا حار. أنا ترى كان عندي واحد مثله بس حقيقة مو مثل هذا، خدمني. هذا الهواء مالته كلش حار، الفرشة مالته كلش صحية، تنعم الشعر، خاصة هذا الستيل يفيد. خليت لكم هاي الورقة حتى لا تباعون على العطور مال نور، أريد تباعون على المجفف مالتي. وراح أشوفكم همينة السماعة ما بيها كيبل، هذا فيرو حبيبي هدالي إياها، أشكره. شلون همينة مريحة، و هذه بس تكنكوها على التليفون او على الايباد او اي شيء اللي تريدون تسمعوه تشتغل، وهمينا نشحنها تكفينا مدة يوم كامل. اكو شغلات تفيدنا وتغير حياتنا للاحسن، تستاهل انه من يصير عندنا فرصة نشتريها. شغلات غيرت حياتي هي رياضة المشي صباحا، تخلينا ننتعش، قد حلو من نرجع وناخذ شاور ونحس براحة نفسية وكل الطاقة السلبية تطلع من عندنا. شو رأيكم بجمال المنظر هذا؟ دول الاثنين اللي يركضون يا محلاهم ومحلى عضلاتهم وصحتهم، أتمنى لكم الصحة حبايبي. هذه الشغلة من ضمن الشغلات اللي غيرت حياتي للأحسن، ممارسة الرياضة الصباحية ساعة زمان نص ساعة هل أقدر له حسب وقتي. هذه الشغلات يجب أن نأكد عليها، وش أقول لكم نحرص عليها. لكم شوفوا هاي الجمال، خل أقلب لكم الكاميرا، شنو هاي الشجرة تجنن، وينها؟ مع الأشجار بدأت تحمر وتخضر وتصفر ما أدري شلون قايليها. تذكرون هاي الحلقة سويتها بهاي الساحة مال الرياضة. أنا أحب أجي دائما أكوش طريق المترو من هنا. تشوفون هاي الخيمات البيضة، هذا الطريق كلش عدل يروح لغير مكان، كلش يعجبني. يعني هناك ألعب رياضة ساعة كاملة، أوقتها قلنا بهذه الساعة مالتي. أحبابي هذه الساعة يمكن هاي أنس هدالي إياها من أبل. هذه الساعة أحبابي بيها تشوفون التوقيت، بيها تنصب البرامج مثل التليفون، نوبات يعني ألا ناسي التليفون تدق علي يقولوا لي التليفون دا يدق عليك. بيها يعني من تريد واحد يفحص القلب مالته، بيها برنامج
يذكرك يقول لك ترى انت صالك هوايه قاعده، قومي تحركي، نوبات مو نقعد على مسلسله على شيء. يدق هذا المنبه يقول قومي تحركي، كافي هوايه صار لك قاعده، من ما تشربون ماي هم ينبهكم، يسوي تن يعني ويطلع صورة نقطة مال ماي، يقول لنا يعني روحوا شربوا ماي. هم يعني نفسه هذا البرنامج يقيس كل بني آدم، يعني كل بشر شقد يحتاج بهذا، يعني حسب طوله ووزنه شقد يحتاج ماي. من نلعب رياضة حبايبي أكو هم يعني برنامج تدوس عليه يحسب لك كم سعره، يعني شقد حرقت هسه أثناء المشي، كم ميل مشيت، إيش قد وصل عدد دقات قلبك. فأحبابي هذه الساعة غيرت حياتي، وأني دائما من أستعملها أشكر حبيبي أنس، حتى من تنسى التليفون هو يدق عليك ونقدر نحكي من الساعة. يا ريت يعني اللي متوفرت له الفرصة يشتريها شكو بيها، اللي ما متوفرت له نعمل بالممكن وما ننسى الطموح، نعمل بالموجود عندنا، ما نخبص الدنيا عليها، بس إذا توفرت لنا الفرص أو المادة نشتريها لهاي الساعة شكو بيها تغير حياتنا. قبل ما أنهي الفيديو أحب أشكركم كلكم متابعين، حقيقة يعني أنا خجلانة من المحبة اللي دا تنطوني إياها، والشكر اللي دا تشكروني إياه، وأني بالمقابل هم يعني أقول لكم أحبكم، أحب مصلحتكم أحبابي، أحب أشوف كل أولادي وبناتي وأخواني وخواتي أشوفهم بأحسن حال، وأشوفهم يعني يسعون لسعادتهم بدون ما يتعبون نفسهم بقال وقيل. وهذا من تجيكم الضحكة أضحكوا من كل قلبكم، من تجيكم الفرحة أفرحوا، اسعوا لبناء مستقبلكم. يعني أنا إنسانة بسيطة، ما يعني أكون مكان يعني النصيحة، بس أقولكم يعني اسمحوا لي أقولكم اسعوا لسعادتكم والمستقبلكم، وتركوا القيل والقال وافرحوا. واللي الطلاب أتمنى لهم، لأن هسه هوايدي يكتبوا لي عندهم امتحانات، أتمنى لهم النجاح، وأريدكم ها تبشروني، ياهو اللي ينجح يبشرني، ماما نجحت اليوم بها هوا، بس شنو هوا منعش. هسه عندنا بعدها صبح، أنا يومية الصبح أطلع خاصة أيام الربيع أستغلها، أمشي ساعة ساعة ونص وأرجع للبيت، يعني وراها من أدخل للبيت وأشتغل نقول الطاقة السلبية كلها تطلع من عندنا، وتجينا الطاقة الإيجابية والفرح، وشوف نضحك من كل قلبنا. أوصيكم بالرياضة حبيباتي وأحبابي، الرياضة الرياضة، القعدة ترى ما تفيد، قلت لكم أنا هم كنت مقارمة هاي ركبي ما أقدر أمشي. فالأكل الصحي والرياضة، وأحبكم وأقولكم مع السلامة، وتفاعلوا وياي بالتعليقات وسألوني، إن شاء الله أجاوب على كل أسئلتكم بالفيديو القادم، وأقولكم مع السلامة.